عرفت جامعة غردايا على غرار باقي جامعات الوطن انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2020-2021، حيث كان حفلا مميزا وسط تشديد الإجراءات المتعلقة بكوفيد-19 وتنفيذا للبروتوكول الصحي والتعليمات بخصوص النشاط البيداغوجي وانطلاق الموسم الجامعي. سنة جامعية جديدة وتحدية كبيرة تنتظر التجسيد من خلال الأرضية الرقمية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت محل ترحيب من طرف الطلبة والأساتذة، خاصة أنها ستكون على 3 مراحل: التعليم والتكوين والتفاعل. هذا ما جعلها تلقى تجاوبا كبيرا من طرف الطلبة القاطنين في المناطق البعيدة. وقد عرف هذا الحفل الافتتاحي تكريم 17 دكتوراً و13 طالباً وطالبة متفوقاً في مرحلتي الليسانس والماستر. نشكر القناة على هذه المرافقة للجامعة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. جامعة غردايا قد سطرت استراتيجية في 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة التعليم، المرحلة الثانية التكوين، ومرحلة الثالثة هي مرحلة التفاعل بما يعزز التعليم الإلكتروني بالجامعة. في هذه المرحلة الجامعة تؤسس للتعليم الإلكتروني بوضع الدعائم الإلكترونية على المنصة الإلكترونية التابعة لموقع جامعة غردايا، ثم المرحلة الثانية والثالثة اللي هي تؤسس لتفاعل طلبة مع هذا التعليم الإلكتروني. تحدث عن الدخول الجامعي الجديد سنة 2020-2021، هذا الدخول الجامعي الذي كان على أنقاض الدخول الجامعي واختتام السنة الجامعية السابقة في ظل الصعوبات التي أحدثها كوفيد-19 أو وباء كورونا، ووزارة التعليم العالي على وجه الخصوص عندها مجهودات جبارة في هذا المجال في تعزيز ما يسمى بالتعليم عن بعد، فسوف يكون هذا الدخول وفق نظامين أساسيين أو دمج بين نظام التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وهو هذا التعليم الذي سوف يتلقى أو تلقى صعوبات كبيرة سواء على مستوى جامعة غردايا أو على مستوى جامعة الجنوب. لماذا؟ لأنه في ظل ضعف البنية التحتية الخاصة بالإنترنت، ونحن نشكر إدارة جامعة غردايا بالخصوص على محاولة تحسين هذه الإدارة الفتية التي حاولت تحسين جودة خدمات الإنترنت بما يسمح بالوصول السلس للأستاذ والطالب لتقديم المعلومة. يمثل اليوم إن شاء الله 15 ديسمبر 2020 الدخول الرسمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجزائر. جامعة غردايا استقبلت هذا اليوم بحفاوة، استقبلت الطلبة، استقبلت خاصة طلبة السنة الأولى بالتعليم الحضوري ابتداء من 15 ديسمبر، وكذلك كان هناك تعليم عن بعد ابتداء من الفاتح من ديسمبر. إن شاء الله هذه المؤسسة تسعى إلى التطور من خلال فتح تخصصات جديدة. بالنسبة لي انطلاق الموسم الجديد اليوم 15 ديسمبر 2020 كان متابعة لاختتام الموسم الجامعي الذي مر في ظروف حسنة وفق اتباع بروتوكول صحي، إضافة إلى التحضير لكل ما يستلزمه الطلبة الجدد، طلبة البكالوريا الجدد، ونحن نتابع عن كثب كاتحاد عام طلبة الجزائريين التحضيرات التي تحضرها جامعة غردايا، وهي وفق المعايير في انتظار التحاق طلبة بمقاعد الدراسة.